بقول لك انت ضايع، روح نام. بس ايه رايك في الجمدان ده؟ طب صدق نفسك، جمدان ايه ده؟ العربيه كانت هتقلب بيك 3 مرات وعامل بيك 10 مرات. بتتكلم بجد؟ اه والله العظيم، ده انت كنت هتموت يا ابني. ده واضح ان الست المجاهده بس ده عيالك حبتين. طب معلش بقى، يعني هو انا لو عامل حاجه غلط يبقى العيب عليا انا ولا على اللي علمني؟ وبعدين على فكره انا كنت قاصد انها تعوي. انا عارفه ان انت كنت قاصد، خليك قاوح كده كتير لحد ما في الاخر حالين يجيبك من تحت العربيه. يلا انا هخلي. استني بس، انت رايحه فين؟ مش لما نخلص الدرس؟ لا درس، انت شكلك غبي وهتاخد مني مجهود ووقت وانا مش فاضيه خالص، فخليني اروح مشواري وبعدين نظبط يوم تاني. ممكن اطلب منك طلب بغض النظر عن لسانك يعني؟ خير، اؤمر. انا عايز اعزمك على العشاء. ادهم، ايه؟ قلت لك ان انا مش بتاعت الكلام الفاضي ارتباط وسهوكه والحاجات دي، شيل اللي في دماغك خلاص. يا ولية انا بقولك تعالي نتجوز، دي عشوه عشوه، هنتقابل انا وانتي ونروح ناكل لقمتين، فيها حاجه دي؟ لا طبعا مش موافقه. ليه 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 يا بنتي؟ ده عشاء عادي جدا والله، ما فيها اي حاجه خالص. طب يعني احنا صحاب بس، انا لو وافقت بقى كده وعارف ان انا بضعف قدام الاكل هتفهم غلط ودماغك هتودي وتجيب. هو عامه يعني ما فيش حد دماغه بتوديه وبتجيبه غيرك انتي، انا اصلا مش عايز ارتبط. بعدين يعني انت لو عايزه تغيري وجهه نظر على الموضوع ده يعني حاولي يا ريت. لا انا هخلع. استني بس، اوعى ايدك. مش قصدي، ممكن بس توافقي؟ هو الاكل هيبقى حلو؟ الاكل هيبقى حلو. طيب حس كده بقى، قولي اسم المكان وانا هبقى اجيلك. لا ما هو اصل في حاجه بس بخصوص الموضوع ده يعني. ايه بقى؟ هجيب اكلي وانا جايه؟ لا انا هعدي عليكي، فيعني في شويه طلبات كده لو عملناها اكون شاكر جدا يعني. البسي فستان، حطي ميك اب، انضفي يعني، حاولي تنضفي. ايه الهبل؟ مش قصدي مش قصدي مش قصدي، انا قصدي بس يعني حاولي ما تجيش من الورشه عليا انا يعني. والله ما انا جايه بقى يا ستي. خلاص خلاص ان شاء الله تيجي باللكلوك، خلاص المهم تيجي، هعدي عليك الساعه 8. اوكي يا اختي، باي باي. الراجل ده عبيط، هشام عبيط. قال ايه؟ يشاركنا. عادي يا عبد العزيز، ايه المشكله يعني ان احنا نشاركه؟ عادي عادي يا استاذ امجد نشارك هشام، ايه المشكله؟ ده راجل باصص على رزقنا وعلى اللقمه بتاعتنا، من امتى كان بيخاف على مصلحتنا؟ يا عبد العزيز، اللي بيفك زنقه الانسان ربنا ما بيتخلاش عنه وبيقف جنبه على طول. صح صح يا استاذ امجد، ربنا بيقف معاه بس اذا كان انسان يستاهل. وبعدين من امتى الحدايه بتحتف كتاكيت؟ انا حاسس ان الموضوع ده فيه حاجه غلط، فيه حاجه مش صح، وانا احساسي ما بيخيبش ابدا. طب ايه رايك بقى ان انا ميال لان انا اشارك الراجل ده؟ لو ده حصل هيبقى اكبر غلطه. عبد العزيز، الحاجات دي بتاعتي انا وانا اللي باخد فيها قرارات. اللي تشوفه حضرتك. عن اذنك.